أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا الله الذي خلق السماوات والأرض
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن
كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لهم يشكرون. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ربنا اغفر لي
صدق الله.